هناك مقولة شهيرة تؤكد بأن هناك ثلاث أشياء تهدم أي حضارة مهما تكون قوتها، اللي هي الأسرة، هدم الأسرة، وهدم التعليم، وكذلك غياب القدوة. أنت كمواطن تونسي اليوم في مجتمعنا التونسي، عنا أسرة متماسكة، أسرة إيد واحدة كما نقولوا احنا؟ والله 10% في تونس الكل فما أسر متكاملة، باقي كل سبابا. يعني ما نعموش الموضوع، الأسرة في تونس مش متكاملة نسبة 90% في تونس، المجتمع تاع تونس كل واحد يعيش. والتعليم؟ التعليم ماشي، والتعليم يولي ماشي يخيب التعليم، والنيفو ماشي ويتيح، مش كيما قبل كيما توا. ولا التعليم بالفلوس، عندك فلوس نجم تقرا العلوم الصحيحة وعلوم قوية برشا، ما عندكش فلوس تقرا قراية سافابا. الأسرة اللي مثلا تكون كلمة واحدة، لا صعيب برشا ما عادش. باش نقول لك عليه توا سيدي، قول لي شنو اللي فككها الحكايه؟ هو اللي في فيسبوك تدخل، تدخل توا انت لدارك، في دارك انت ولا في داري مثلا. انا عندي 4 3 اولاد ومراه، باهي، كل واحد شد بنك تك تك تك، ما تنجمش. شنو باش فانا موضوع باش تحكي؟ الانترنت تغات اول حاجه، تغات، وكل واحد ولا ليه في حاله. اثنين، البو تلبو بيدو ساتي ويباتي على الانترنت، الام زاد كيف كيف. وبعد يقول لك يا جاك ميساج، شكون فم ميساج جاك؟ تقول له ليه تي حبيبه بعثت لي ميساج. الاسره ما عادش قبل كانت طبقتش، كانت هذه كانت قبل في عهد جدي وجدودنا، كانت اللمة مثلا كيفاش كانت؟ كانوا يقعدوا يتلموا بحقيقة، كانت ميدا عربي واحدة تجمعهم. باش نقول لك حاجة، باهي، هذايا في النوري بلون، كانت العباد وتفهم بعض، وكانت العباد تدخل ديال بعضها تاكل بعضها، جيران وفاميليا كانوا متحكين مع بعضهم ويد واحد. توا ليه؟ توا تدخل تقول لك أنت في قهوة، طب قهوة فيها شو يسموها ميكس ولا ماكس؟ ميكس. تدخل قهوة ما ظنش تعمل قهوة، ما حد ما يحكي مع حد. يا ودي قهوة بشتيح ولا يخليها يبعث في ميساج. تو الانترنت تغات، ولات ما عادش العباد، ما عادش الأسر، وما عادش البو والأم، وكل واحد يضرب على ضربوه. ولات تو عاد عاهد يا أخي، الغلبة تغا علينا وتبعنا وحنا العنكوش. احنا مازلنا في الجزائر سي با، يعني موش الولايات الكل كيف كيف، مي البلاد اللي فيهم الأمازيغ، ولايات القبائليه اللي فيهم الامازيغ، مازال متماسكين بعضنا، نعاونوا بعضنا. واحد مخصوص نهزوه، يجي واحد يبني نبنيو معاه، يجي واحد يتزوج نفرقوا له دراهم يتزوج. نو، الاسره مازالها قايمه. اما التعليم، التعليم مهدم، يعني في الجزائر راب كامل التعليم. كل 10 سنين 15 سنه يجيبونا موديل جديد، موديل تاع التعليم. التعليم في الجزائر يعني ناقص بزاف بزاف، النيفو طايح، التعليم في الجزائر ما كانش. بلوس امون افي، يعني نورمالمون في التعليم اذا كان دخلت فيه لا ريليجيون سي فيني التعليم هذاك. التعليم اذا كان دخلت فيه لا ريليجيون، الدين، فوالا الدين، اذا كان دخلت في التعليم الدين هذاك ربي يرحمه، التعليم هذاك ربي يرحمه، يعني مات. هذه هي بالنسبه للقدوه. القدوه ما فهمتهاش، تقدر تفهم؟ يعني يقولوا احنا كبيرنا اللي ناخذوا برايه وبنصيحته. اي مازال عندنا، ماهوش كيما بكري. بكري احنا كنا عندنا عادات وتقاليد، بكري ما نروحوش لا جوستيس. احنا كي يكون ان بروبليم عندنا تكون ما نروحوش العداله وما نروحوش للامن، خلاص ما نروحوش لابوليس. كي تكون حاجه عندنا يتلموا الكبار، يعني كما تقولوا القدوه انتم الناس كبار، يتلموا ويجوجيو لافير، يعني يشوفوا لافير، هما يفريوا لافير، اما يديروا بروسي، يعني يديروا بروسي لواحد، اما المهم هما يثريو القضيه، ما تروحش لا جوستيس. مي ديرنيير مون، يعني الاعوام الاخيره هذه بدات الناس تروح لا جوستيس، مش كيما بكري. بكري 100 قضيه يروح واحد، دروك ساعه ساعه تلقى واحد يروح لا جوستيس. وبورتو ما عندناش لا جوستيس انكور، يعني كون غير عندنا لا جوستيس.
في الجزائر ما عندناش خلاص لا جوستيس، لا جوستيس تاع دراهم يعني لا رياليتي. عندك في جيبك كاين لا جوستيس معمر جيبك، تدخل لا جوستيس تقضي واش تحب، جيبك موش معمر يعني تدخل بريء يعني كضحيه تخرج متهم. في الوقت الحالي لا اظن انها موجوده، لكن يوجد فئه قليله سواء في المجتمع الجزائري او المجتمع التونسي، هناك فئه محافظه واستطيع ان اقول ان غالبيه المجتمعات العربيه او الاسلاميه قد انتزعت هذه السمة. وبالنسبة للتعليم؟ بالنسبة للتعليم سواء في الجزائر أو في تونس بالنسبة لي منحط تماما ولا يؤدي دوره نهائيا. التعليم بالنسبة لنا لا أستطيع أن أقول إلا أنه دون صفر. أسرة ما عادش والله مثل العربي تقول فيه الوالدة ما عندهش حكيم، حشاك اللي ما عندوش حكيم كيركب على بيه، ما عادش قدوة صحيحة وما عادش الأب الواقف الصحيح، الأم في جهة والبو في جهة وخدمة ومدري شنو، والصغار متشردين سواء في الليسيات ولا في الشارع، ما عادش الانضباط لا قدام الليسي لا قدام قراية. فانت تشوف كيفاش تبدا كل مرة في بلاصة. والله في الحقيقة هي الأسرة تعتبر خلية نتاع المجتمع، ولكن مع التقدم الحضاري بدأت تفقد يعني مصداقية هذه الكلمة سواء في الجزائر أو في تونس، بقيت في ممكن في السودان ولا في مصر في الريف مصر بقيت الأسرة، أما في المدن المتحضرة للأسف قلت. التعليم ممكن في تونس مقبول، نحن في الجزائر في المدة الأخيرة تقهقر شوي للأسف، لا التلميذ حاب يدرس ولا الاستاذ حاب يدرس. والله تقلى ما زال صحيح بالسكه القديمه، اما صغار قلة. هو ما بيني وبينك كلمه ولو خارجه فهمت الواحد شويه، الراجل اللي عنده كرامه وعنده شهامه وعنده رجوليه حتى في دار ما عادش يعني نجم يعيش راجل، خلي في بالك في وسط مجتمع كيفاش تحبوا يعني القدوه اليوم ما عادش عنا موجودة، أما دات فهمني واحد دات شد شوية دات شد شوية، أما راهو أون جينيرال إن شاء الله موجودة وإن شاء الله ربي يرجعها، حتى كان ثم حاجة هو كل إنسان فينا معرض للخطأ معرض للخطأ ومعرض للغلط ومعرض لكل شيء، ما ثماش واحد معصوم، أما ثم اللي يغلط ويستغفر ويرجع فهمني كذا ويشد ثنيته. فما اللي ديما يشق الربعي في الجنوب فما شويه معناها تماسك في الاسره، ما يتبقى هنا الشمال ولا حتى الشمال موجود معناها برشا معناها بلايص، ما فما برشا تغيرات معناها في الوقت هذايا معناها يعني العباد ما عادش هيك الاسره متماسكه يعني، ولات العباد كل واحد جابد ليه كل واحد جابد روحه، معناها ديجا ساعات تلقي في نفس العائله وما يقعدوا قديش ما يتقابلوش، قبل كانت الأسرة متماسكة الناس كلها لحمة واحدة يعرف شنو عنده شنو ما عندوش شنو كذا، توا صعيب ياسر توا، هي في الأصل لازم يكون مازال موجود الكبير في القدوة، لكن ساعات الكبيرة أفكاره غلطة، لازم واحد معناها كي يبدا كبير يغلط كي يصلح له صغير، ما يلزموش يعتبرها أنه خاطر أصغر منه ما يلزمو هو يعرف خير منه، لازم ينجم يكون فكرة نتاع صغير أكثر من خير من الكبير. وهي مازالت فيها قدوة، قدوة شنو؟ كل من يكي واحد يمشي قدوة لقدام وخو يتبعوه، ما عادش قدوة. بالحق والله إذا نقول لك شوف، القدوة قاعدة في جيرو، فما البلاي باك وفما البلاي باك وفما اللايف، القدوة قاعدة قدوة في جيرو، جسد بدن داخل خارج اسمه زي السيد، مو فما شيء كله القدوة. خويا إيش نقول لك، والله ربي قد الخير بالجولية تغات برشا الدنيا والغربة تغا، وإحنا ماشيين في هاوية مش نتاعنا تونا بالجولية. اي سيدي انا ساعات واحد يكتب لي، اي سيدي انا بعثت ميساج للانجليزي كتبت لي بالانجليز، شو نكتب لها انا بالعبري؟ ايش نقول لك انت كتب لها؟ ثقافتنا مازالت محدوده، والقدوه اللي تحكي عليها انت ما عادش قدوه. الاسره شنو هي؟ العسره هي عائله ملموم.
بحكم الوضعيات اللي في تونس قاعدة تصير. معناها كم كما نقولوا كانت عندنا ثلاثة طبقات، طبقة علوة، طبقة وسطى، طبقة سفلى. في الوقت بتاعنا معناها بحكم صارت الثورة وكل شيء، بقات لنا طبقة علوة، طبقة سفلى. في الحالات هذه ولت كما نقولوا الإمكانيات، الناس تمشي على الإمكانيات، على المال، المدخول، المدخول بتاع الراجل، فهمتني؟ المدخول كانت امرأة قبل ما تخدمش تو ولات تخدم، المرأة كانت ما تطالبش ولات تطالب، تطالب في حقوقها، الحق العام معناها كقانونيا مع المرأة، فهمتني؟ ولات مطالبتها أكثر من الراجل، فهمتني؟ تهديم الأسرة، حتى الصغير، الصغير ما عادش عنده حظ في الحياة. هذا تشوف احنا التعليم حتى اللي تعلموا ووصلوا فهمتي قبل الثوره كلها هربت، ابداها من الاطباء، ابداها من المهندسين، كلهم هربوا. تونس ولات متغوله، تغول الشعب وما عادش فيهم حتى شيء، لا الباهي لا الخايب كلها فهمتي، ولات في نمط واحد، شدوا اتجاه واحد، الاتجاه هو الوحيد تو ولات هو المال، يجب يجيب مهما كان الثمن، سواء بالسرقه، بالغوره، بالبركاجات، بالنهبه. هاك شوف نقراو فهمتي شنو صاير في النقل، وزارة النقل في تاع الجنوب 60 مليون ولا قداش 600 مليون، وغدو يصبح لك مقرف على خاطر واحد سرق او سرق وانا نقرف عليه، تهز لي فلوسي دخلت مكتوب عندك عشخي سامحني في شهر لاني انا غلط فيك. هذا معناتها تهوت سيد تسيبت البلاد مع عشريتها تونس. تونس الله يرحم بورقيبه وبن علي. اصبحت مجتمعاتنا تمثل بالنسبه انا ارى بالنسبه للغرب كيف يرانا؟ يرانا كاننا مجتمعات منحطة أخلاقيا، مجتمعات جاهلة، مجتمعات تافهة، مجتمعات متأخرة. فهم رؤيتهم بالنسبة إلينا كأننا لا شيء، هذا نظرتي للمجتمعات. أما نظرة المجتمع لنفسه فهو من سيء إلى أسوأ. التعليم به التعليم، أنا أستاذ إنجليزية ماشي ملكي من هالي مروح كالعادة انترنت يا ولدي، يقسم بالله نحكي لك فيه يا ولدي، وصل لي كلامي يا ولدي. استاذ داخل عنده ساعة يعطيهم جملتين في الصابولة ويشد الانترنت ويبت، فهمنا؟ التعليم ما تقولش التعليم يا حسرة، والله يا حسرة. طب في عهد بورقيبة الله يرحمه قبل كان التعليم تعليم يا ولدي، انا لتوا صدقني او في عمري هذا والله اقسم بالله عندي اساتذه عاديين نقول له مسيو لاباس نتفجع، يقول لي شكون؟ نقول له انا فلان قريت عندك عام قدا وقدا. التو نقدر انا توا اسيدي اقسم بالله انا ريت استاذ وتلميذ الزوز نعوا الفيس والبنيه زغرت ما بينات، ما عادش فما قدر، فهمتني؟ والاستاذ كما قلت لك يجي يجرنا تياكي مالكي نهارو يخدم ماك الساعه ساعتين كان نتاع سبور هاكا سايبهم يلطحوا في البطحه كيما تيشير لهم كول عملوا الزرسيس هذايا عملوا القفز بالزينه، والاخر ما شنو والاخر عاد العربيه هذاك يعطيهم اين ابن خلدون وين سكن ما شنو يقعد ولا فيه دخل في عيط ما شنو برجوا لي نازعوا الانترنت ديما. وانت بنسك سؤالك انت، انت تشد انترنت؟ قول اي في الميكرو. اي والمعلم يشد الانترنت. أي. خمسة وخميس عليك، مالا شنو اللي يتغاع علينا؟ نقولها مع بعضنا، لا انترنت،